اعتمدت مجلس الوزراء تحديث لاستراتيجية الطاقة التي أطلقناها نحن سنة 2017، وكذلك اعتمدوا استراتيجية الهيدروجين. الاستراتيجيتين من أهم الاستراتيجيات اللي اشتغلنا عليها خلال السنوات السابقة. فيها تغير جذري من ناحية المستهدفات، من ناحية الطموح اللي عندنا نحن في دولة الإمارات، والتي تتماشى مع رؤية القيادة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. نحن أنجزنا كل التحديث في الاستراتيجيات بالتعاون المباشر مع جميع شركائنا الاستراتيجيين، سواء كانوا هيئات الكهرباء في الدولة أو شركات النفط والغاز في الدولة أو الشركات الأخرى، سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.